ناصر. في البداية نحمد الله ونشكره، هذا توفيق من رب العالمين، من ثم هذا مجهود جهاز إداري فني لاعبين، كل شكر والتقدير لإخوان اللاعبين. ولكن الهدف الأسمى من المشاركة في هذه البطولة تواجدنا مع أشقائنا الخليجيين، اللي صراحة الإخوان بالبحرين ما قصروا معنا على حسن الضيافة وكرم الضيافة، وهذه ما هي غريبة على نادي النجمة وأهل البحرين. لكم كل شكر والتقدير. تبقى الرياضة فوز وخسارة، اليوم احنا خذينا البطولة، النجمة من سنة خذ البطولة بالكويت، نقول لهم هارد لك، مستوى جيد، اعتقد مباراة كبيرة من الطرفين، والأخير يجب أن تحسن في فايز وخاسر. كابتن مبروكين الفوز، اليوم مباراة جدا قوية، اعتقد الكويت استفاد من اخطاء النجمة خاصة في إضاعة الفرص، وقدر انه هو يستفيد ويتقدم وياخذ المباراة. كلمة توجهها خصوصا يعني فوزكم باللقب. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر دولة البحرين على استضافة هذه البطولة والنجاح، شكرا نادي النجمة، شكرا للجميع، الحمد لله رب العالمين. احنا جينا بعد بطولة آسيا واحنا ابطال، فجينا حق البطولة هذه وعنا على اللقب. نفس ما قلت النجمة ممكن لعب ووضع فرص، لكن حتى احنا لعبنا مستوانا اليوم الحمد لله رب العالمين، توفقنا واخذنا هذه البطولة مكتوبة لنا والحمد لله رب العالمين، واشكر الجميع على هذا الانجاز.